ايوه كده، ايوه وصلنا للفقره اللي انا بحبها مع حد بموت فيه ولابسه حاجاتي يا لهوي يا لا. المهم وصلنا لفقره الرشاقه والجمال وازاي نكون راضيين عن نفسنا، يعني تعدي من جنب المرايه وترجع تاني تشوف نفسك وما تبقاش متضايق، ما حدش ينتقدني، عجبني انا. بصوا انا ما عنديش اي مشكله، الناس اللي هي يعني متصالحه مع وزنها هي حره، ما حدش يقول لكم انه التخين مش حلو، بس لو انت متضايق وعايز تصلح، عايز تحب جسمك اكتر، يبقى لازم تستشير حد محترف، مش اي حد محترف. للاسف محترفين بقوا الذين يدعون الاحتراف عددهم كبير قوي في السوق، لكن لازم يكون محترف جدا، دارس علم التغذيه، حد عارف ازاي يتعامل مع الحاله دي من غير ما يعقدها للحاله دي، حد حطني على الطريق الصح، يفضل معايا، يكمل معايا، استشيره ويتابعني. يعني مش معنى انك انت يعني صحتك كويسه ولكن للاسف يعني شويه مليان زياده، انك تلاقي نفسك مثلا ماشي في الشارع ومحرج، محرج من نظرات بعض الناس، من تعليقات سخيفة لبعض الناس. طيب ما احنا ممكن نصلح ده يا جماعة، ما الحكاية سهلة جدا، يعني كل اللي مطلوب منك انك انت علشان تبقى جميل القوام وايضا راضي عن نفسك وانت ماشي بثقة تتصل فيه. اهو بقى عندنا ناس محترفة، ناس شغلانتها تقولك هو ده اللي تعمله عشان يبقى عندك قوام رشيق وصحة حلوة ويتابع معاك، عندها اسطول من الدكاترة، مش واحد واثنين، كل واحد واخد حالة او اثنين متخصص يقعد يكلمهم ويتابعهم. وانت قاعد كده مكانك قدام التلفزيون دلوقتي هنقول لك هتخس اونلاين، يعني كأنك قاعد على النت، كأنك مش بتعمل رياضة ولا بتروح بتعمل دايت، ومش مطلوب منك كل الحاجات الصعبة جدا اللي الناس بيقولوا طب أنا هعمل إيه وأنا ما معيش فلوس واروح نادي إزاي. لا، أونلاين بس ناس تبقى موضع ثقة. دكتورة دعاء سهيل ضيفتي وحبيبتي اللي بفرح لما تبقى موجودة، هي دكتورة في علم نيوتريشن يعني التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة حلوة قوي هي عملتها، مس بلا سمنة، وهي من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، وألفت كتاب جميل أنا أخدت منه نسخة، مهم جدا، عن التغذية، أثر الوعي والممارسات الغذائية، يعني إحنا طريقة الأكل بتاعتنا هي المصيبة على النمو الجسمي. عايزين نبارك لك في الاول، اهلا وسهلا بالدكتوره دعاء. ايه المقدمه الجميله دي؟ ايه الفستان الحلو ده؟ ميرسي، ربنا يخليكي، كلك ذوق، عيونك حلوين، نورتينا دايما، ربنا يخليكي طالبه عمرك. عايزه قبل ما اخش الموضوع ابارك لك واعرف، طبعا حضرتك شاركتي في حاجات كتيره، في الفضائيات، في مهرجانات جمال، لكن ايه اللي اخر درع ده؟ كانت مسابقه ميس اكوتين، ملكه جمال المراهقات، كنت انا عضو لجنه تحكيم في المسابقه. المسابقه كانت 35 دوله عالميه، واللي فازت بلقب الملكه كانت البرازيليه، والوصيفه الاولى كانت من امريكا الجنوبيه، والثانيه كانت من مصر. حلو قوي، حلو قوي، كويس انه طلعنا يعني حتى وصيفه ثانيه، لانه تبقى علامات متقاربه جدا. تجربه جديده عليكي، طب ايه قولي لي كده، يعني التجربه دي طلعتي ايه؟ لا هو انا كنت بشارك من وجهه نظر خبير تغذيه علاجيه، يعني لازم البنت تكون طبعا رشيقه، تكون جميله، القوام والوزن بينهم تناسق، وده لا يكتمل لو في سمنه موضعيه مثلا، عندها شويه بطن شويه ارداف، لازم يكون جميله القوام. وبعيدا عن ده كمان اهم شيء طبعا الثقافه، ولكن انا بقول لما اجي احكم على انسان الانطباع الاول يدوب، ببص على الشكل الاول، ادي البرازيلي اللي هي الملكه، هي صوره الملكه دي، ايوه، ودي الوصيفه الاولى، ايوه، اللي هي من امريكا اللاتينيه، دي دكتور امال رزق صاحبه المسابقه، هي اللي قائمه بالحفل، اربعه من لجان التحكيم هو بس اللي تقدم، ده فريقي طبعا، دول الدكاتره اللي بيشتغلوا مع حضرتك. كلهم دكاترة ها؟ طبعا، ما بين دبلوم التغذية وماجستير تغذية، ما شاء الله. دكتورة دعاء، التجربة بتاعت التحكيم مع الناس ومع نظرتهم وفهمهم للنيوتريشن، حسيتي طبعا في
خفيفه طبعا تدوي في يعرفوا ايه يعني ومش في المسابقه بس. والله يا مدام مدل عايزه اقول لحضرتك ان احنا كشعوب عربيه في الفتره الاخيره ابتدينا ندرك فعلا خطوره السمنه. ما بقولش ان الست يعني اتفق مع حضرتك طبعا في المقدمه لما قلتي ان في ناس عندها رضا، انا معاكي ان في ناس يعني انا مش بقول انها تبقى وزن اوفر يا بس انت لو عندك زياده 5 كيلو 6 كيلو مفيش مشكله، لكن لما الموضوع بيبقى 20 ويبقى 30 لازم الناس تفهم ان انت ارض خصبه لما بعد السمنه. السمنه بوابه ل 44 مرض، وربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالصحه. المفروض ان يعني من يعاني من زياده وزن بسرعه يتخلص منها. انت النهارده عندك 20 سنه مش متضرر، 30 سنه 40 سنه 50 سنه مش متضرر، بس 60 70 بيتضرر. مش عايزه ابين للناس ان يعني نظره تشاؤميه، ولكن والله بيبقوا صغيرين جدا 30 سنه وتقول ظهري تعبني ركبي تعبان. طبيعي اكثر ما يتالم بزياده الوزن هي العظام، لان مستحيل العظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها انها تشيل 60 كيلو باريحيه، صعب جدا انها تشيلها 100 كيلو وتكون بنفس الاريحيه، لازم تتضرر، لازم تحس بالتعب. اما تبقى صغيره 30 سنه مش قادره تطلع السلم او بتنهج، طب لما انت في بدايه العمر وبتعاني من زياده الوزن، امال يعني اما يكون عندك 60 سنه 70 سنه تعملي ايه؟ انا طبعا يعني شايفه انه الحمله اللي انت عملتيها مؤثره جدا وحققت جزء كبير من اهدافها اللي هي حمله مصر بلا سمنه، لكن لا شك انه هي يعني لسه المشوار طويل. انت شايفه انك حققتي قد ايه من المشوار ده؟ انا راضيه عنها الى ان تمام الرضا. يعني انا اشتغلت قوي، يعني كنا مكثفين مجهودنا انا وفريقي طبعا على مرحله الشباب، وده لانه الاحصائيه الاخيره ل 2018 قالت ان دي الشريحه السنيه اكثر معاناه من زياده الوزن. طبعا قوه المجتمعات في شبابها، هل ينفع ان يكون قوه مجتمعنا مخوخه مريض سمنه؟ يعني عندما اشار السيد الرئيس له عظيم الاحترام طبعا امال انا شايف شباب الجامعه وزنهم زايد، صح كلامه صح يعني. وبعدين قالها بدعابه، عايز يقول لنا خدوا بالكم طبعا لانه جنك فود هو اللي مسيطر، ده اللايف ستايل ليه. جنك فود يعني الاكل اللي هو من الشوارع المليان زيت متهدرج من يوم مره. انا بقى ده يعني انا عايزه اقول كمان ان 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 الزيوت اللي بيتم غليانها اكتر من مره بتكون سبب للكانسر، وانا بقول للناس خدوا بالكم. المحلات بره مش هقول انها نظيفه او مش نظيفه، لان اكيد في محلات نظيفه، انا بتكلم عن كميه الكالوريز اللي داخل الوجبه. اما يكون مياه غازيه وبطاطس ومعجنات وكاتشب وكل ده يعني سعرات حراريه عاليه جدا. فلما نيجي نتكلم ارجعوا يا جماعه الايام زمان، رساله بقى للمراه علشان انت مصدر التغذيه في الاسره. اذا انت عودت بيتك زي ماما ومعودتنا زمان كانت هي اللي بتعمل لنا الساندوتش، لحد النهارده انا ممكن اعمل لنفسي ساندوتش واخد خياره. طبعا فين اللانش بوكس اللي جاي؟ فاخد خياره خصايه مع الساندوتش اكل هيلسي، انا اتعودت على ده، كبرنا على ده. النهارده الامهات مقصرين شويه، عايزه اقول لها ما تعوديش ابنك لما يقول لك انا عايز بيتزا، عايز مش بتقوليش عشان ما يقولوش عاملين حمله ضد الجنك. لا 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 مش حمله والله، انا بقول كمان انا ليست ضد، ولكن في الساعات النهاريه اكلها له، بس يكون في بدايه الساعات النهاريه، ما ياكلش الكلام ده بالليل، مش هيهضمه، مش هيحرق سعراته، مش هيتم حرق السعرات اللي حصل عليها بالليل، لانه اكلها بعد انتهاء الغده الدرقيه ما توقفت عن افراز الهرمون القادر على حرق سعراتنا. فاللي هو تقريبا الساعه 7 مساء. ايوه 7 يتوقف عمليه الهضم، تبقى اصعب واصعب. بس انا حقيقه قريت حاجه كده عايزه اسالك لانك انت متخصصه في الموضوع اكتر، انه انا ممكن لغايه 9 مش بس 7 ممكن لحد 9 لو انا من النوع اللي بيطول ساعات اللي يعني بدل متاخر شويه مفيش مشكله. لو انا هنام 12 طبعًا ممكن اهضم طبعا يعني ساعتين قبل النوم على الاقل. مش لازم تاكلي مش لازم. في حد يقول لي انا مش هقدر انا من الساعه 7 او 9 اقعد، انا بنام 4 و5 ولا كل طاقه سلبيه. انت طول النهار مش محروم من نوع اكل. يمكن الناس اللي خست معايا 40 و50 و60 و70 كيلو ما يعني انا عايزه اقول لهم ما عملوش دايت. انا ما اديتلهمش حميه غذائيه وقلت لهم ده ممنوع كل كل حاجه واي حاجه، ولكن بنسب قليله معتدله. معانا دلوقتي اتصال. الو ايوه مين معانا؟
ايوه انا مدام تحيه. اهلا يا تحيه، مساء الخير. مساء الورد. مساء الورد. مساء النور. ازاي حضرتك مدام مدلين؟ حضرتك من المرضى او الناس اللي راحت للدكتوره دعاء؟ انا كلمت الحقيقه بقى، اتبعت يعني الحلقات بتاعتها كتير، وكلمت دكتوره الارقام اللي موجوده، وسالت على الدكتوره دعاء. ردت عليا دكتوره اسمها ايناس غازي من فريق الدكتوره دعاء. ايناس غازي. صدرها واسع وبتسمع كويس. سمعتني وسألتني أسئلة كتير، صحتي ووزني ويعني كل حاجة، تفاصيل حياتي، بتاكلي ايه، بتقومي امتى، بتنامي امتى، بتعملي ايه، كل حاجة بصراحة سألتني فيها أسئلة كتيرة جدا. انا اقول لحضرتك ليه يا مدام تحية، علشان انا علشان اقولك المادة الفعالة دي او الكرسي اللي هبعتولك عن طريق شركة الشحن ده يخدم حالتك الصحية، وان ده هو فعلا العلاج. لازم اكون اعرف طول وزن وسن ومنطقة تجمع دهون، هل قدر الله بتعاني من مشاكل صحية ولا لا، وهل بتخضع لعلاج يومي لاي شيء، هل بتنام امتى، بتصحى امتى، بتشتغل ايه، تاكل مواعيد اكلك ايه، طريقة اكلك ايه، هل من الشارع ولا من البيت. كل ده انا لما افهمه بيوصل لتشخيص الحالة. بما اني شخصت كويس يبقى هبعت كورس مناسب للحالة الصحية والفئة العمرية، لان مش الحالة الصحية بس، كمان متابعة جيدة. دلوقتي حضرتك بتتكلمي عن ايناس وكأنك تعرفيها مع انك ما شفتيهاش. لا انا وكانت بترد عليا في اي وقت، وكنت بسألها بصراحة يعني على كل حاجة، اكل ايه، اعمل ايه. طب تحية، انت كنت كم كيلو علشان نخش على النتائج؟ يعني كنت وزنك زايد؟ كنت 80 كيلو، كنت تخينه جدا، وانا 160، وكان عندي بطن كبير قوي، وكنت مش بقدر اخد حتى نفسي، مش عارفه حتى سوري اربط الشوز بتاعتي. انت عندك كام سنه يا تحيه؟ انا عندي 32. 32 سنه مش هتاخدي نفسك؟ صغيره. حرام. طبعا عندي طفلتين، وهي الطفله الثانيه يعني بعد الحمل الثاني هي اللي انا بصراحه زدت يعني حوالي 25 كيلو زياده. فبعد بصراحه الكورس اللي مشيت معاه الدكتوره ايناس، انا نزلت 13 كيلو من اول شهر. الله ما شاء الله. والله العظيم دي حقيقه. انا ما صدقتش نفسي، ما صدقتش نفسي، وبقيت سريعه وبقيت بعمل كل حاجه وبقيت خفيفه وبقيت. فرق معاكي ايه يا تحيه؟ فرق معاكي في ايه؟ فرق معايا في كل حاجه. انا ما كنتش بودي بنتي المدرسه، كنت بخلي جوزي يوديها ويجيبها، من كتر ما انا مش قادره انزل واطلع، ما بروحش السوق، ما بروحش اشتري حاجتي. فرق معايا في كل حاجه، بقيت خفيفه، بطلع وبنزل وبعمل الاكل، بقيت بنام بدري وبصحى بدري. طب انت معلش عايزه اعرف منك حاجه، يعني ده الكلام نقصتي الوزن ده كله خلال كم شهر؟ شهر وتاني وانا وقتي ماشي بقى في الشهر التاني. انا بدأت معاها الكورس التاني، نزلت برضو اول ما من اول اسبوع من الكورس التاني نزلت 3 كيلو تانيين. الله ما شاء الله ما شاء الله. انت ماشيه بسيمترية هايلة، يعني انا شايفة ان استجابتك للمادة العشبية اللي داخل الكورس ما شاء الله استجابة هايلة. 13 كيلو بعدين 3 كيلو، فده حلو قوي قوي قوي. 32 سنة، حرام حرام تعاني من زيادة الوزن النهاردة. يعني يمكن بتقول بقت خفيفة، بقت في فرحة بصوتها. طبعا انا اقدر انزل يعني. بقى اجيب بنتي من المدرسه. طب اقدر اشيلها، اقدر العب معاها لانك صغيره معاي. يعني طب كويس قوي، دي نتائج جميله. مدام تحيه شكرا للتواصل ولانك اشرفتينا بالتجربه الجميله، واحنا فرحانين معاكي. ونرجع تاني للدكتوره دعاء، ولا معانا اتصال تاني؟ مين بقى؟ حسام. حسام ألو. باشا الو. مساء الورد. الو. ايوه يا استاذ حسام انا معاك، سامعاك. الو. مساء الخير استاذ مدلين. اهلا. مساء الورد. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ممكن اكلم دكتور دعاء؟ طبعا طبعا، اهي منوره معانا، اتفضل. ازاي حضرتك يا دكتور دعاء؟ في نعمه والله. اخبار حضرتك ايه؟ انا بشوف حضرتك والله والحلقات بتاعتك كلها والله. يا رب يخليك يا رب. ربنا يخليك. انا بس كان عندي مشكله بسيطه، بس يا ريت اعرضها على حضرتك. اتفضل. تمام. انا كنت بلعب رياضه وحصلت لي مشكله كبيره، فقعدت فتره كبيره ما بقتش يعني قادر ان انا العب رياضه. تمام. كان جسمي كويس وكان جسمي شكله كويس وكنت يعني فيتنس. اكتشفت ان انت بعد ما بطلت رياضه وقعدت وحصلت الاصابه دي وزنك زاد صح؟ بالظبط. تمام. انا وزني دلوقتي حاليا 130 كيلو، يعني هو هل انا اقدر اخس بدون رياضه؟ طبعا يا حبيبي. حضرتك دلوقتي حصل لك اصابه، يعني ما اقدرش اقول لك اجري، ما اقدرش اقول لك اعمل رياضه، الفيدباك من الرياضه هنا هيكون ضدك مش معاك. المفروض ان انا يعني شهيتك عاليه مستر حسام؟ الشهيه عاليه جدا بصراحه. طيب علشان نتكلم في حد بيعاني من شهيه عاليه
وعايزه اقفله شهيته وان هو كان بيعمل رياضه. ما هو دايما حتى لعيبه الكوره لما بيبطلوا وزنهم بيزيد، كميه الرياضه والمجهود اليومي اللي كانوا بيقوموا بيه ما بقوش يقوموا بيه، فنشات خلايا دهنيه حوالين المسلز، بتبقى حوالين العضلات. طبعا هي مشكله العضلات فعلا. فمن هنا لازم حسام طبعا هيوزن في ميزان حديث في الصيدليات، الميزان ده بيبين نسبه الدهون، نسبه الميه، نسبه الكتله العضليه، كل ده بتبعته لنا واتساب تمام او مسجز على الفيسبوك على صفحتنا. بعد كده انا اقول لك رقم واحد شهيه عاليه، ماده الماده العشبيه اللي تتناسب مع الكورس بتاعك عشان تقفل لك شهيتك هي الكوجاك تمام والجارسينيا والبسيليوم. اما اقول الكوجاك لازم يكون بنسبه علشان يقفل الشهيه ويحرق دهون. اما اجي اتكلم عن البسيليوم فكل الدراسات الحديثه بتقول ان عشب البسيليوم ان المعده بتقدر تحتفظ بيه من 12 ل 14 ساعه، يعني اذا قفلت بقي 12 14 ساعه فانا كده الداخل خلاص مش موجود. فكمان لازم يكون الكورس مزود بالفيتامينز علشان يكون هو كبديل او كمعوض غذائي، مش عشان اخلصك من الوزن انت تتضرر. في ناس لما تبطل تاكل دايما بيبان على البشره، بتبقى شاحبه، بيبقى الشعر يتساقط، الجسم ما بقاش بصحته. انت اتكلمتي عن حاجه حلوه قوي المره اللي فاتت، اتكلمتي عن المزاج، عن الحاله النفسيه. طبعا طبعا، ده انا لما بيكون في حد، العديد من يعانوا من زياده الوزن بيبقى الحاله المزاجيه عندهم مش مظبوطه، بيبقى فقدان ثقه، انطواء، انعزال عن العالم الخارجي، تيجي تقول له نخرج يقول لك لا لا لا، او تعالي فرح لا ما بحبش اروح افراح. مش ما بيحبش يروح افراح، هي محرج او محرجه لان ما فيش الدرس اللي ممكن تظهر بيه جميله، فتبقى محرجه. فانا بقول لها لا ما تحرجيش، ما تقفليش على نفسك، في كورسات كتير جدا امنه على الصحه، في ناس ممكن تتابعك وانت قاعده في بيتك، في تخسيس اونلاين عندك في مصر تقدري ترفعي سماعه التليفون تعرف حالتك، تعرف بالظبط تخسسك ازاي. لو دخلت على صفحتنا هتلاقي ناس خسه 70 و60 و40 و50 ما شاء الله، ده في شهر واحد ما شاء الله. طبعا والله يعني هنا من اللي كلمتنا دي حاجه جميله. 13 كيلو 2019 احنا خلاص بنودعها، كمان اسبوع كده ان شاء الله نخش على 2020. حققتي قد ايه انجازات من مشروع الحمله الكبيره اللي اطلقتيها انه مصر بلا سمنه؟ هو انا الحمد لله يا رب في حالات كتير خست، طبعا ساعدتني العديد من القنوات للظهور بالحالات دي لتكون سبورت قوي لمن يعاني من زياده وزن ونقول له مفيش مستحيل، وكان منها قناه المحور وقناه صدى وقناه النهار، فعلا كانوا دعم ليا ان انا الحاله كانت بتكون فاقده 70 كيلو و60 كيلو وبتيجي وبيحكي قصته، ما بيعملش دايت للناس اللي بتبقى عندها خوف ان انا هاكل حاجه مختلفه. دايما الاكل الدايت هو طبعا صحي وجميل وانا بحبه، ولكن الاكل التاني بقى له طعم، واحنا شعوب محبه للاكل، ففي ناس تيجي تقول له هتخس وتعمل دايت يقول لك لا مش هعمل، هو بيحب الاكل ده اخذ عليه. وعلشان كده انا بسرعه استغليت يعني في علم التغذيه مدرسه الكميات، ان انت تاكل كل انواع الاكل ولكن بنسب قليله، وبسرعه رعيت كمان وانا بعمل ده قلت طب انا لما اخليه ياكل يعني نسبه بسيطه، هو لو عنده الكنترول ده من البدايه ما كانش يزاد وزنه، يبقى انا لازم اديله ماده فعاله تكون عامل مساعد ليه، لازم ادرس الموضوع من كل الجوانب. الست المحبه لده كلي، او الراجل طبعا. الناس اللي بتعاني من حاله نفسيه او بيكونوا تحت تاثير ديبريشن او او او, أو بياخدوا ادويه الاكتئاب لازم الكورس بتاعه يحتوي على عشب الفولينج. عشب الفولينج ده بيظبط الحاله المزاجيه، بيعمل استقرار لنسبه. ده بيميزك دكتوره لانك انت عامله دراسه مش بتتكلمي بشكل عشوائي. طبعا كان معانا طبعا اللي بنتمنى دايما تتواجد معانا عشان تدينا الامل، خصوصا للي هم الناس اللي زياده في الوزن شرف شويه ليه موضوع ومتضايقين. في ناس مش متضايقين براحتهم، انا دايما بعمل ده ليه بقى؟ هقول لك، لاني يعني انا ما بحكمش على الناس. لا خد قرارك، خد شوف انت متضرر من ايه واعمل بالظبط. انت مستريح؟ لا مش مستريح، في حل اونلاين من غير رياضه، من غير جيم، من غير حاجات كتيره كانت تطلب مننا طبعا، ومن غير حرمان. اذا كان معانا ومعاكم في دايما منوراني وانا بحبها الشخصيه، جايبالي حاجه جايبالي حاجه دكتوره دعاء سهيل، الدكتوره في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل بريطانيا، صاحبه مبادره مصر بلا سمنه، نورتينا. ربنا يخليكي، ميرسي على استضافتك، ربنا يخليكي. مسلوات فاصل